المطلوب من السياسي أن يقنعكم. السلطة الحاكمة أو الحكام اللي سيروا الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا يعني طالوا في الحكم. هذه الانتخابات 2014 تكون يعني تخرج منها مفاجأة كبيرة. إذا كان وصلتنا للحكم الأفلان يروح السلطة القضائية باش تلعب دورها وباش القاضي يحكم بالعدالة لازم يحس بأنه مستقل. اليوم اللي الحوت الكبير يأكل الحوت صغير في البلاد هذه. إذا الفريق الوطني برز فهذا يكون دافع قوي للدفاع على 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 السياسات الحكومية. بلد جون مسير بشيوخ. والمطلوب من الصحفي طرح انشغالاتكم. انت عندك 14 من خوتك، ايماجين انت تولي رئيس جمهورية ونلقاو 13 قدامك كاع خوتك هنايا في المرادية. ألا ترون اليوم سيدي انه حياد او نزاهة الانتخابات القادمة تبدأ من اليوم من المجلس الدستوري؟ انت تطرح في برنامجك زيادة الصادرات خارج المحروقات وفي نفس الوقت ربما تقوي من الدينار، الا يعبر عن تناقض ربما في برنامجك؟ سي غزالي قال لك تربح، اسمح لنا كيفاش الحكاية، كيفاش جابوك للحكومة وكيفاش قالوا لك تربح في هذه النقطة؟ هل أنتم مع التعليم المجاني؟ برنامج الحكومة يدعم الشباب في مناصرات الخضر، بصح علاش ما يدعموناش في حاجات تحت الأخرين مثل الدراسة في الخارج؟ أنت عشت في سويسرا، تلاقيت بحسين أيت أحمد ولا ما تلاقيتش؟ علي بن واري يحاول إقناعكم سهرة اليوم بدءا من 9 ليلا. كونوا في الموعد.